متجوزة بقالي 9 سنين ومعي 3 أطفال. تمام. أنا جدا و أنا مشكيم. ايه لا صوتك بيقطع يا اسماء، اسماء صوتك بيقطع، روح مكان في شبكه. عندك 3 أطفال، ايه بقى اللي ها ايه اللي بعديه؟ اقول لحضرتك متجوزه بقالي 9 سنين ومعايا 3 أطفال. تمام. ومعرفش اي حاجه عن جوزي ولا مرتبه ولا اي حاجه. اه في ولا وفي هنا خالص. ممكن يخرج مع اصحابه. طب ممكن، طب خرجنا، طب تعالى نغير جو في حته. مفيش مفيش. يوم ما طلبت ان انا اعرف الفلوس كام، جه قال لي مش حابب ان انت تعرفي المرتب كام. قال لك مش حابب ان انا اعرفك المرتب كام. هو بكفي بيته واولاده ومصاريفه وعياله مكفي؟ لا، معظم الوقت انا بشتغل في على قد ما بقدر بساعد. ساعات يجي يقول لي ما فيش فلوس، اقول خلاص ماشي، بس انا حقي ان انا اعرف الفلوس. هو واخدك وانت بتشتغلي يا اسماء ولا اشتغلتي بعد الجواز؟ لا، انا كنت طالبه في الجامعه وكملت بعد بعد ما اتجوزت. تمام. وكنت قايله له قبل الجواز عادي ان انا هشتغل وهو كان موافق؟ ما كانش في دماغي ان انا هشتغل، بس هو انا اشتغلت يعني بعدها. تمام. فانت بتساعدي بمرتبك في البيت؟ يقول لي انت ما بتدينيش حاجه. ماشي، بس انا بدي الاولاد مثلا، ببقى خارجه مش ما يديناش فلوس، فانا اكمل كده يعني. انا هقول لك على حاجه تحفه. بس طب انا عايزه اقول له اعرف المرتب. تقول لي لا، لو عرفت، لو انا قلت لك يعني قلت له هات لي ورقه اعرف المرتب كام وعملتها مشكله، يقول لي لو جبتي ورقه او طلع نفس اللي انت بتقولي عليها هطلقك. يعني انا من حق اخرج واشوف الدنيا؟ لا انا مش فاهمه. يعني بقول لك انت تقولي له مرتبك كام، ولو قلتي خلاف. لا، انا اللي عايز اعرف هو مرتبه كام، لان هو معظم الوقت ما فيش فلوس. ايوه طبعا. بس فانا غلطانه في كده. قولي مش من حقك ان انت تعرفي زي دي. طيب تمام. طيب سؤالك ليا ايه يا اسماء؟ انا في ساعات يعني بقولها مثلا، ممكن مثلا بيحوش من ورانا اي حاجه كده، لان هو مش مكفينا الكفايه اللي هي يعني. طيب. سؤالك ليا في خضم حاجه زي دي. طب حاضر، من حقك تعرفي ولا لا، هجاوبك. بصي يا اسماء يا جميل، اولا انك تعرفي ان مرتب يقبض كام او العدد ولا مش عارفه الحوافز اللي بياخدوها ولا كلام، ولا يعني، واصلا مش شرط انك انت تعرفي هو بيقبض كام. لكن من حقك ماكلك انت واولادك، مشربك، مسكنك، ملبسك مطالب بيه. طيب انا بشتغل. طيب انا بشتغل وبدفع، واللي بدفعه مش باين غلطانه. غلطان. بص يا ابن الحلال، انا بقبض كذا وانا هساهم في البيت بكذا وهتبقى ليا كذا. اللي انا هساهم فيه هدفع فيه فاتوره كذا وفاتوره كذا وفاتوره كذا، وانت عليك الباقي. لا طب انا هدفع انا الفواتير، اوكي تمام، يبقى انا هاخد مثلا جزء لبس الاولاد، هاخد مثلا الجزء الثاني والباقي عليك. طيب انا زي ما انا بعمل كذا، انا عايزه المصروف بتاع الاولاد كذا، واعمل ميزانيه. لكن الدنيا ماشيه كده يعني سلطه، ما ينفعش. الخروجه مثلا، احنا ليا بخرج مع اولادي مره كل اسبوع، الخروجه بتتكلف 10 جنيه مثلا. معانا انا وانت والاولاد لنا خروجه كل شهر، ده حقهم وحق عليك وحق. تخرجنا كل شهر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيخرج زوجاته وكان بيسفرهم وكان بيخرج بيهم في ظل القمر، وكل الاحاديث ثابته على كده. تخرجنا والاولاد هتكلف مثلا 20 جنيه. ها طيب ادي الحاجات مثلا الزيادات، انا كل حاجه هاتي فاتوره ليها. كل اسمع اللي بقول لك عليه، ادي 1 2 3 4 هتدفع منهم ايه؟ جه 6 فواتير، انا هدفع 3 مثلا او هدفع 4 وانت تدفع الباقي او العكس، نتصالح على هذا الامر. لكن الدنيا ماشيه كده. لا طب هو شرط ان انا اعرف؟ لا مش شرط تعرفي، طالما هو مكفي الدنيا دي. طب انا بسالك عشان الدنيا مش مكفيه. عشان انت سايبه الدنيا عايمه. انا عندي ظرف للتحويش. وترجعوا للحلقه بتاعه الميزانيه، ارجعوا للحلقه بتاعه الميزانيه، عملنا اكتر حلقتين او 3 حلقات للميزانيه، ارجعوا لهم. ادي ظرف رقم 0 للطوارئ، ظرف رقم 1 لكذا، رقم 2 للمستقبل البعيد. ادي الحاجات اللي بجيبها بالجمله، ادي الحاجات اللي بجيبها قطاعي، واحد وكل حاجه بفواتير.
ليه؟ علشان يبقى الحاجه قدامي، انا بدفع كذا وانت لكن كده مش باين ان انت بتدفعي. طب ما انا بدفع كميه، ما هو ما بيكفي، قولي كذا وحددي. الخروجه بتاخد كذا، اللي مش عارفه بياخد كذا، الاولاد الدرس مش عارفه ايه، التحسينات الكماليات اللي هنحتاجين ان احنا نعملها، التحسينات على دراستهم او التحسينات مثلا في التصليحات بتاعه البيت، كل الكلام ده. دي المخ الزوجه العامله الناصحه الاداريه، دماغها شغاله وبتعرف كذا. لا تجور عليا ولا جور عليك، لكن هو لازم تعرف كام؟ لا في المتوسط كذا، ولكن هما بيقولوش. كان في رجاله ما بتقولش اصلا اديك ربع المرتب، المهم البيت متكفي، تمام؟ والامر ده طيب. عايزين بركه بقى في الرزق، ارجعوا بقى لادعيه البركه في الرزق. امتى الرزق يبقى حلال؟ امتى الله عز وجل يبارك فيه الاوقات؟ ايه الادعيه اللي بتقالها وصانا بيها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يبارك في الرزق؟ المشكله مش في الرزق، مش في كم المرتب، المشكله في البركه، في الكم الصغير ده او الكبير، في الكم ده ان ربنا يبارك فيه. والبركه فيه محتاجه دعاء، ومحتاجه ان احنا نمشي زي النبي عليه الصلاه والسلام. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين.